فاللي انطلب مني كنت تقريبا بنفس الاطار يعني. انطلب بس رفضت خلاص لاني كانت غلطه كبيره جدا. انا عندي بنت اختي بخاف عليها جدا 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 يا رغده جدا. اللي انطلبوا منك واللي انعرض عليكي هن من منتجين مخرجين مين؟ زملاء؟ لا منتجين مثلا مثلا. لا هتزعلي مني الناس. هنمنحكي بقى ليه؟ ماليش دعوه. هنمنحكي اني بعيد لبعيد. انا صريحه في كل حاجه. انا عارفه في حاجات. انا عارفه. نعرض عليكي لانه خلاص بتصير صوره البنت بنت ممكن تأدي يصدقوها الناس. لا هو اتعرض عليا افلام اغراء كتير يعني افلام بهذا المنطق بس رفضتها. وانا بعد فيلم احاسيس عملت دور على فكره رقاصه وظابط في نفس المسلسل. كان اسمه كان يا مكان، كان مع دكتور خالد بهجت المسلسل ده، وكنت بصور في الاثنين. بس ده بعد احاسيس كان سنه كام؟ 2011 2010 مش فاكره. بعدها 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 بسنه ونص. يعني اذا صناع القرار ممكن يصدقوا انه ده ممكن يكون حقيقي اللي تمثل في احاسيس؟ لا لا صناع القرار لا عمره ما طلب مني حاجه كده. لا 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 يا رغده لا عمرها. ولا لان انا كمان انا من الشخصيات. انا فهمتك فاكراكي على الافلام. لا لا انا فهمت السؤال غلط. صناع القرار او صناع السينما او صناع العمل دايما البني ادم على فكره مش قدام الكاميرا هو اللي بيوري نفسه، دايما ورا الكاميرا. فانا من الشخصيات اللي بروح ادي دوري وامشي. ما تلاقينيش متصاحبه على مخرج، ما تلاقينيش متصاحبه على منتج، ما تلاقينيش متصاحبه على ممثل. من الاخر كده يعني دايرتي دايما مقفوله. ولما بصاحب بيبقوا بنات زميلات كده يعني مش 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 اكتر ولا اقل. وليه بينحكى كتير عن تنازلات؟ ليه بينحكى كتير عن تحرشات في الوسط؟ موجود طبعا طبعا طبعا. انت تعرضت لها؟ ولا انا ما يعني بصي اعمل اي حاجه، اقف اشتغل 24 ساعة، اقعد جعانة طول اليوم لان شغلانتنا صعبة وانتي عارفة، احفظ مش 12 مشهد 30 مشهد، ادي لك اللي انت عايزه بس قدام ربنا لا هينفعني شهرة ولا فلوس ولا نجومية ولا صيت. لان البني ادم اللي بيخاف من ربنا كل تصرف يجي يتصرفه انا في حسبه بيني وبينه فهو هيعاقبني عليها. ففي حاجات كتير قوي بتبقى طبعا لا طبعا لا طبعا لا. بس بتحصل بتحصل. بس طبعا البني ادم المحترم هو اللي بيحترم نفسه 100%. بس نحن عم نحكي بالوسط زي اشغال كتيره مش بس يعني نحن طبعًا. مش بس عم على نحكي. فكره بس هو بهذا الوسط كتير بينحكى عن محسوبيات طبعا، بينحكى عن شلاليه، بينحكى عن علاقات بتحصل. فانا عم بحكي من تجربتك انت الخاصه. انت يمكن يكون وضعك اليوم احسن كتير من وضعك الحالي لو كنت صح قربت المسافه. أيوة صح صح مظبوط مظبوط جدا على فكره ومظبوط مليار في الميه وده حاصل في الوسط. بس انا مستحيل اتنازل او اقدم تنازلات او اقدم مستحيل. انا بخاف من ربنا وخصوصا جالك بعد فرصه ما بابا ذهبيه مات. بس كان مقابله هذا النوع من التنازل؟ لا هي جت فرص مش فرصة واحدة. لا هي فرص بس أنا لا مستحيل طبعا مستحيل. قلت ستوب. مستحيل لو ألف مسلسل وألف فيلم نو واي. بصي أنا عايشة كويس، حياتي كويسة، بيتي كويس، الحمد لله مرتاحة. مش هتعملي حاجة هعمل كده ليه؟ خارج قناعاتك هعمل كده ليه؟ لو حابه إيه؟ مش عايزاه. فاهمة قصدي يا رغدة؟ يعني لو حابه ايه طالما انا كويسة وقناعاتي وشخصيتي ما تهزتش؟ اصل انت كده عارفة اللي بتقدم كده بتهز من نفسها قوي وبتهز من شخصيتها وبتهز من كرامتها وبتهز من جواها. الموضوع ملوش علاقة بالناس. اذا انت مشاهد غبت سنة ونمت سنة.